طبعا لا شك ان هناك تلك الاحداث التي ما زالت متواجده في منطقه الشرق الاوسط بين توترات سياسيه شديده في العنف لم يشهدها من قبل، فهي تعتبر جديده بالنسبه لهم، ولكن هناك تفاؤل بان يكون هناك مستقبل افضل، او هذا الترجيح حدث من اجل مستقبل افضل، وان كان بشكل قد يكون مرفوض بما فيه من عنف وفيه من احداث دميه وتدمير وتخريب ومصادمات بين الشعب الواحد، والتي نأمل جميعا ان تكون هناك تلك الممارسه السياسيه التي تمارسها شعوب المنطقه من اجل الحصول على حقوقهم المشروعه. وبلا شك هذا من تلك المطالب الاساسيه التي ادت الى حدوث هذا الانهيار السياسي بشكل عنيف.